في عدالة لازم تكون موجودة، لازم يكون في حق وفي واجبات كذلك. لازم نتفق مع بعضنا، نطيو صفحة. وقت يكون حكم من الحكام أو حكامنا موجودين في التظاهرات الدولية، وتكون أنت الحكام هذه تبعتهم من خلال مبارياتكم، وتكون أنتم راضين عليهم وفرحانين بيهم، شو شعورك أنت؟ شوف رأي تونس وحكم على مستوى كاس عالم أو بطولة أفريقيا، مش يكون شعور الفخر. هذا على شرط يكون مسبقا ثم ثقة متبادلة، وثقتكم تكون في الحكام وتحكي شيء نقدر نعدك بهم. أنا اليوم مش نوعدكم، لازم نوعدكم هو أنه أنا مادام موجود مش تكون فما عدالة. عدالة ما بين الكل، ما عنديش ألوان وما عنديش أسماء أندية، عندي عدالة ما بين الشباب هذوم والشباب هذوم، عدالة في التعامل معهم. لكن من فضلكم من فضلكم من فضلكم، عيشكم خلينا نخدموا، ما نقدرش نقول لكم بعدوا علينا ما تقالش، خاطر انتوما واحنا نفس الـ الجسم. لكن خلينا نخدموا، ما خليوا الحكام بعاد، ما يعطيك شيء في المستقبل. اللي مش يطلب شيء مش يلقاه، اللي مش يطلب شيء مش يلقاه، كان يكون شيء مش داخل فيه، خلينا نقول شيء مش حقه. طالب حقك يجاني، طالب حقك يجاني، لكن حق الغير لا، ما عادش باش يصير. ونكلمكم بصراحة، هذا الشيء الموجود، نطلب حقي وحق غيري، لا، أنا نكون صريح معكم، أنا ما خاسر شيء، جيت باش نخدمكم، باش نخدم كرة القدم التونسية والتحكيم التونسي. هذا علاش قبلت المهمة هذه، نداء الواجب، لكن في المقابل عايشكم، ساعدونا، عاونونا باش بقبولكم الأخطاء كذلك. فما أخطاء مش تصير، لكن أخطاء بشرية تصير، خذوها بحسن نية فقط في المستقبل. ما تفكرش اللي هذا بشيخ خذلك ولا فك ولا، خذوها بحسن نية. وأنا بالنسبة للحكام أعطيتهم بالطبع رسالة واضحة اليوم في اجتماعنا، نعطي الفرصة للكل، لكن الكل مش يبقى تحت المجهر، ولا حد من الحكام، مني أنا، من زملايا، من المقيمين، مراقبين، الكوميسير، من حد، من المكونين، من المحاضرين، ولا حد في الوقت الحاضر والمستقبل مش يصور روحه يفك من عند هذا ويعطي لهذا، مستحيل. وإن شاء الله ربي يعاوني ويعاون زملائي الكل، مش نكونوا عند حسن ظن، عند حسن ظنكم، ونعاودوا نكسبوا الثقة اللي تهورت. نحبوا نعملوا الكل يد في اليد، ونتعاملوا مع بعضنا بكل شفافية، بكل ثقة، وعلاقة طيبة ترجع، الروح ترجع. كيف يبدأ حكم موجود جاي تشهد، خليكم اثقوا فيه، خلي النوايا طيبة، واحنا نحاسب. وإن شاء الله مش تكون أخطاء، الأخطاء الواردة اللي تكون اللي جاية مش تكون هي أخطاء ممكن عادية، كمال الله. لكن النوايا والحسابات على مستوى التحكيم بقدرة الله، نوعدكم اللي تكون عنده حاجة تخدم في مخه ما يبقاش معنا في التحكيم. وصار بعد الرسالة مشيت وصلت، العدالة والنية الصافية هي اللي توصل. نفتحوا صفحة جديدة إن شاء الله، ويهديكم، وإن شاء الله ربي يفرحكم كلكم. ساعدونا باش ساعدونا أن يو فينا الثقة فقط، وخلينا نخدم
فما ناس مدربين موجودين هنا ما تم تكلموش اللغة العربية، فما ما فهموا أجانب فما موجودين تاع سيابي جوار شكون؟ شيامي شو زيتو؟ Vous parlez français? Oui. Vous êtes depuis combien de temps en Tunisie? 2 ans. 2 ans. Est-ce que vous m'avez compris un peu ce que... Non, rien du tout. On a un stage. Je connais un stage, soit le 25 février, jusqu'au le 1er mars. Je connais un stage. Je connais une fille l'élite. Elle a comment fait le play-out, play-off. و مش الحقيقة كل الجزئيات اللي تكلمت عليها منها اللي تكلمت عليها سيادتك مش نترقوا لها، مش نترقوا الجزئيات هذه الكل للتعليمات تاع الفيفا تاع البورد القوانين وبالنسبة كذلك للوقت حاجة من الحاجات هامة عندك حق ما قلناش سبق الخير تو في النوايا سبق الخير نجي للتطبيق اي بيع احنا توا من كاس العالم في قطر صار تطبيق شيء هام جدا هو الوقت ضايع لازم اون لو ريكوبير ما عادش هذا فيها الوقت هذاك المبدد هو باش يكون الوقت اللي ضاع اللي حكيت عليها سيادتك انا نطمنك برك انت والاخوه الموجودين مدربين ساعدونا على الحكايه هذه زاد انتوما انتوما وقت تبداو منيو سكور من حقك تبدا تحب تربح وقت لكن فما عقليه زاد عند اللاعبين والمشكله عند بعض المدربين هو اسمع ارقد قاعد ينبيت تاكا ارقد غادي كره هذوكم هذوكم زاد ساعدونا عاونونا انتوما مسؤوليتكم احنا باش نخدم خدمتنا احنا عندنا بالاخص في الماتشات اللي فيهم الفار بالاخص والكل باش يكون بالاخص اللي فيهم الفار بالسكوندا يتحسب الوقت هذاك اللي ضاع ويتضاف من بعد وانت لاحظت توا تقريبا من كاس العالم توا في البطولات وانا نشوفوا اللوحة تطلع توقيت اضافي او 13 دقيقة او 14 دقيقة او 10 دقائق تقول لي انت ايه انت تزيد لي الوقت لكن تكسر لي اللعب ما عنديش قانون في دي مش نجم نعمل انا الشيء اللي نقدر نعمله نبه اللعب لكن انا حكم مانيش طبيب انا حكم وقتها لاعب يبدا على الارض الشيء اللي نقدر نعمله نتوجه للاعب هل انت جاهز تلعب ولا نجيب لك النقاله كان جبنا له النقاله ناخذ الوقت هذا الامر هذا الوقت هذا الوضع هذا موجود في كاس العالم نكلمك بصراحه انا موجود في الطاقم حاضرين تاع كاس العالم ما لقينالوش حل يطيح وحده ما يلعب كوره سامحني من ما نقدرش ما عنديش الحق قانونيا عنده شوك سيليبرال مثلا انا ما نعرفش خلينا واقعيين يعني صحيح شوي ما نعرفش انا ما نقدرش نكون بلوغاليست كو لوغوا مانيش طبيب وحتى كان يكون طبيب عنده اجهزه ما مش باش يثبت اللي اللاعب هذاك ما عنده شيء تروماتيزم ما عنده شيء اذا في الوقت عايش خويا